السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه لا بارتي 2، يعني تتمة بارتي 2، التتمة ديال الجزء الاول. الفيديو السابق درسنا مناش كتكون الذرة ولا شارج ديالها، ودرسنا لا ماس ديالها ولا ماس مولير et la relation entre gramme et unité de masse atomique. كلشي هادشي شفناه في لا بارتي الاول، غتدخلوا لي كومونتير وغتلقاوه في اول تعليق، يعني في اول تعليق اولا في ديسكريبشن. داكا، اذا هنا في هاد لا فيديو غادي ندرسوا بالضبط لا ماس مولير اتوميك مويان، وبالضبط لي زيزوتوب. لي زيزوتوب درسناهم في الباك، ثانيه باك. كنقولوا النظائر اللي كنسموهم النظائر، لي زوتوب هما النظائر. نقولوا النظائر لواحد جوج ديال اليمون او بيان دان لواحد العنصر كيميائي اللي كنمزولي ب اكس ا زد، دي زاتوم ايون لو ميم، دي زاتوم يعني ايون بليزيور او بيان ايون لو ميم نيميرو اتوميك زد، numéro atomique Z mi A ou bien N différent. Et donc, finalement, ben comme juge de l'anase, de juge d'arrat, عند هم نفس عدد Z، ولكن A كيختلف، يعني هادو كنقول عليهم نظائر. يعني كيفاش؟ مثلا الأكسجين 18 وكان الأكسجين، عفوا هنا 8، الأكسجين 16 وكان الأكسجين كذلك واحد آخر طبيعة 17. إذن هادو عندهم نفس عدد الزين، لكن أ كيختلفوا فيما بينهم. إذن زين متشابه 8 8 8، لكن أ كيختلفوا، هذا عنده 18 وهذا 16 وهذا 17، يعني كيختلفوا. مثال، هذا إكزامبل الأول. كان إكزامبل الثاني، إكزامبل دو ديال الهيدروجين. الهيدروجين توا عنده بزاف ديال سميتو، الهيدروجين واحد واحد، هيدروجين واحد جوج، كاين هيدروجين واحد ثلاثة. هذا سميتو هيدروجين بروتيوم، وهذا سميتو دوتيريوم. نسبة الى العدد ديالو ا فيه دوتيريوم، وهذا فيه 3 يعني تريتيوم. كنقولوا لي تريتيوم، كنرمزوا ليه بالتكبيره، وهذا كنرمزوا ليه بالدي كبيره. دونك عندهم نفس عدد الزين واحد واحد واحد، لكن كيختلفوا في عدد ا، هنا واحد جوج ثلاثه. دونك هذا ليكزامبل تاعي باش توضح لكم الفكره اكثر. دونك انا غادي تركزوا معايا في العلاقه اللي مهمه جد جدا، اللي هي لا ماس مولير اتوميك مويان. العلاقه هي كالتالي، ام اكس ديال واحد اتوم ام اكس كتساوي لا صوم ديال ا اي في ام اي، غادي نشرحو كل حاجه بوحدها، سور صوم. داكا، غادي نأطروها، انا نأطروها بعد الام. داكا، اذا هادي عقلوا ليها افيك شنو هي هاد ا اي. غادي نشرحوها. ا اي هي بكل بساطه هي لي زابوندونس. دونك لابوندونس، ابوندونس غولاتيف دو لي زوتوب. بمعنى هي النسبه المئويه لكل نظير واحد، لكل واحد نظير. اذا هنا النسبه المئويه، لي زابوندونس غولاتيف هي النسبه المئويه لكل نظير، وكنرمزو لها البورسونتاج. داكو، هنايا ام اي راه باينه هي لاماس ديال واحد لي زوتوب، كتله نظير واحد اللي هي لاماس دو لي زوتوب. اي مزيان، خاصكم لي تفهموه ان هاد عفوا
المجموع ديال لي زابوندونس اي خاصهم يساوي 100. الا لقيتي الا جمعتي مجموع ديال لي زابوندونس غلاتيفهم ما لقيتهمش كيساويو 100، عرف انك الجواب ديالك غلط. رجع التمرين وتشوف الغلط فين كاين. يعني خاصك فاش تجمع لي زابوندونس غلاتيف كاملين خاصهم يساويو 100 ديريكتومون، يعني ما تكونش شي حاجه فاصله هكذا ولا 100 فيكس داكوغ. اذا وخاصك ترجع الى لقيتي عندك غلط ضروري انك ترجع تشوف من كاين الخطا. دونك هنا في التمرين كيعطوك بعض التمارين كيعطوك جوج ديال الذرات عندهم واحد عنده لي زابوندونس لابوندونس ديالو معروفه والاخر كيقول لك سير قلب عليه كالكيلي، او كيعطيك واحد ثلاثه ديال لي زاتوم كيعطيك واحد لابوندونس غلاتيف وكيقول لك عطيني قلب ليا على جوج ديال لي زابوندونس الاخرين حسبهم داكوغ. هنا غادي نشوفوا في هذاك في التمرين جوج الحالات ديال الحاله الاولى والحاله الثانيه. نمشيو الان ليكزيرسيس 1. لو كربون على ايتا ناتوريل كونتيان دو ايزوتوب سي 12 اي سي 13 دون لا ماس ام 1 12 و ام 2 13 يعني سبيغ ريسبكتيف يعني على التوالي. ام 1 ديال الكربون 12 و ام 2 هي الكربون 13 افيك لي زابوندونس ديالهم ديال الاول 12 الكربون 12 98.9% او ا2 ما عطيناهاش لينا وانما عندنا العلاقات باش نحسبوهم، يعني انطلاقا من هاد العلاقه الاولى وهاد العلاقه الثانيه داكوغ. دونك هاد العلاقه الثانيه دونك هنا شنو غادي نديرو ريبونس باش نجاوبو على هاد ريبونس. دونك هنا السؤال انطلاقا من السؤال راه واضح بغاو لاماس لاماس مويان ديال الكربون عطاونا. غادي نشيماتيزيو هاد الهضره اللي قالوا نديروها في بحال هكا في جدول. اذا هنا عندنا الكربون 12 هنا الكربون 13 هنا ان اي وهنا هنا زابوندونس اي هنا ام اي طال لنا 12 وهنا 13 فاصلة صفر صفر 34 هنا ا1 عطاوها لينا اللي هي 98.9% وهنا ا2 اللي هي ما عارفينهاش داكوغ. دابا حنا كلشي عندنا الا هادي انطلاقا من هاد العلاقة اللي قلت لكم ان جميع لي زابورت لي زابوندونس خاصهم يساويو 100. اذا ا1 زائد ا2 خاصهم يساويو 100 بمعنى انا ا1 كتساوي عاطينها لينا 98.9 زائد ا2 كتساوي 100. غنجيبو لهادي الطرف الاخر وغادي تولي عندنا ا2 كتساوي 100 ناقص 98.9 اللي غادي تعطي لينا هي 1.1% مزيان. الان غادي نمشيو ديريكت نطبقوا العلاقه تو سامبلومون. لا ماس مويان هي لا سوم ديال ا اي فوا ان اي سور 100 ا اي ا1 زائد ا1 فلا ماس 1 زائد ا2 ام 2 على 100 كتساوي ا1 لقيناها هي كاينه عندنا هي 98.9 فاش ام 1 اللي هي 12 زائد ادو اللي لقيناها هي 1.1 فاش 13.0034 على 100. غنحسبوا هذا الشيء ونديروا الكالكيل هنايا لا ماس مويان نكالكليو هذا الشيء غادي نلقاو بانها كتساوي 12.0010 غرام بار مول. اذا هذه الحاله الاولى. نمشيو اكزيرسيس الثاني اللي غادي يكون فيه الحاله الثانيه فاش كيعطونا ثلاثه ديال لي زاتوم وكيقول لك قلب على جوج ديال لي زابوندونس ديالهم والاخرى كيعطوها لك في لي دوني.
دونك هنا غادي ندرسوا الحاله الثانيه ليكزيرسيس ليكزيرسيس 2 اللي هاد الحاله الثانيه مهمه بزاف وكنأكد عليها حيت كتحط في ليكزام. هادي بزاف كنتصادفها في ليكزام يعني ردوا بالكم منها وفيها بزاف ديال لي كالكول اللي تقدروا تفلتوا عليكم دوك النقاط اللي فيها. دونك ليكزام غادي ناخذوا واحد تيدي ديال كليه ابن زور اي تملول كليه العلوم التطبيقيه. هنا عندنا تيدي سيري نيميرو 1 في اكزرسيس 3 هذا غادي نصوروا لكم غادي نلوحوا لكم في ديسكريبشن اولا قبل من هذا قبل ما ندوز للشرح ديالو غادي نصوروا لكم وتنقلوه عندكم هو الاول وديروا بوز لا فيديو عاد جاوبوا عليه داكوغ. دونك ليكزيرسيس 3 شنو كيقول؟ لو بوتاسيوم زيد ديالو 19 اكزيست سو فورم دو 3 ايزوتوب 43 40 اي 41 دون لي ماس اتوميك ريسبكتيف 100 يعني متواليين على حسب لكل وحده 43 40 41 اذا هنا 38.937 الثانيه 33.940 الثالثه 40.918 يونيتي دو ماس اتوميك. لي زوتوب ك 40 اي لو بلي غار سون ابوندونس ناتوريل اي دو 0.02% عطانا البورسونتاج ديال هذا ديال ك 41 في لي دوني مزيان. السؤال الاول كيقول لك ساشون كولي ماس كولا ماس مولير دي بوتاسيوم ناتوريل اي 33.102 انيتي دو ماس اتوميك كالكولي لي ابوندونس ناتوريل دي زوتوب 33 اي 41 دون لو. عطاونا هنا في التمرين لا ماس مولير لا ماس مويان اللي هي 33.102 انيتي دو ماس اتوميك قال لك اسيدي خاصك تحسب لينا لي ابوندونس ديال ك 39 و ك 41 اما ديال ك 41 عطاو لينا لي زابون لابونونس ديالها. دونك هنا في التمرين تركزوا معايا مزيان وفيه بزاف ديال لي كالكول خاصكم تركزوا ايتاب باغ ايتاب. دونك هنا غادي نشدو هاد الهضره كامله وغادي نشيماتيزوها فواحد كيف ما تعودتوا عليها في الجدول ماشي بالضروره المسطره تاخذ لينا الوقت. ان هنا ك 39 ك 40 وهنا ك 41 هنا لي ماس مولير هنا لي زابوندونس مزيان هنا ام 1 سموها ام 1 ام 2 وهادي غادي نسموها ام 3 وهادي نسموها ا 1 ا 2 ا 3 داكا. هنا ام 1 شنو كتساوي 38.937 هنا ام 2 شنو كتساوي 39.940 هنا ام 3 كتساوي 40.918 اما هنا لابوندونس ا 1 ديال 39 خاصنا حنا نقلبوا عليها ا 2 عطاوها لينا اللي هي 0.0 ها هي 0.012% و ا 3 حتى هي قال لك قلب عليها. دونك باش نقلبوا على هذا الخير والخمير هذا غادي نشوفوا حنا غنخدموا يعني كل واحد عنده طريقه كل واحد عنده طريقه باش يجبد هذا وفي الاخير المهم خاصك تلقى لابوندونس باش تاكد من ان الجواب ديالك صحيح. جمع لي زابوندونس لقيتهم كيساوي 100 تبارك الله عليك لقيتي جواب ما لقيتي كيساوي كتخالف ال 100 اذا راه عندك داك الشيء رونتي وخربقتي وجبتي شي حاجه فلتات عليك يعني شي حاجه عندك تما خطا يعني خاصك تقلب على داك ضروري تقلب على داك الخطا باش هكا تجيب النقطه ديالك مزيان. دونك اول حاجه كنعرفو حنايا حنا جوج علاقات كنعرفوهم. اول حاجه هي لا ماس مويان اللي عندنا في هذه الحاله ماشي اكس ماشي العنصر الكيميائي اللي كرمزوا ليه بكا بوتاسيوم كيساوي لا سوم ديال زابوندونس فوا اي على 100 وكنعرفوا العلاقه الثانيه ان مجموع لي زابوندونس خاصهم يساويو 100 دونك هنا ام ديال بوتاسيوم ولا لا ماس مويان ديريكتومون غتساوي ا1 ام1 ام1 بلس ا2 ام2 بلس ا3 ام 3 سور 100
والعلاقة الثانية A1 plus A2 plus A3 كتساوي 100. مزيان. دونك هنايا هادي هادي غتجي عند هادي وغيبقاو هادا هادا في الطرف الآخر A1 في M1 plus A2 في M2 plus A3 M3 كتساوي la masse moyen فاش في 100. الو عندنا A2 عارفينها، اذا هنا A1 plus A3 كتساوي 100 موان ديك A2 اللي عارفين. دونك نعاودو كل حاجة بوحدها. عندنا هنا A1 M1 غتبقى كما هي، A2 A2 اللي دوينا عليها هي 0.012. هيا كنديرو شيماتي كنديروه في جدول باش ما تكلف باش ما نتلفوش هادشي باش مزيان. اذا هنا A2 هي 0.012. دونك دونك هنا خاصنا نعوضو حتى هادي ما عوضناهاش، ما عرفتش كيفاش غن المهم غنضربو على هادي ونجو للجهة الاخرى. داكور دونك هنايا A1 ما عارفينهاش، في M1 اللي هي M1 38، ها هي 38.9637 زائد A2 عارفينها اللي هي 0.012 فاش في M2 اللي هي 39.9640 زائد A3 ما عارفينهاش مضروبة في M3 اللي هي 40.9618 كتساوي لا ماس مويان اللي عطاوها لينا، لا ماس مويان عطاوها لينا اللي هي كنظن انا هي 39. نشوفو دونك هي في التمرين لا ماس مولير هي 39.102 يونيت دو ماس اتوميك، هذه مضروبه فاش في 100 زائد A1 زائد A3 100 ناقص 0 A2 اللي هي 0 هي 0.012. مزيان. دابا كل حاجه خاصنا نحسبوها بوحدها، بعد هاد A1 زائد A3 نحسبوها 100 ناقص 0.012 نحسبوها غادي نلقاوها اللي هي 93.988. نجول دابا لهادي A1 غتبقى كما هي 38.637 زائد هاد الخير غادي نحسبوه باش ما نتلفوش. كالكيل اسيدي كالكيل 0.012 مضروبه في 39.9640 شحال هي 0 زائد 0.479. نكتفيو بثلاثه ارقام مرافقه بركه زائد A3 فاش 40.9618 كيساوي كالكيل عاود تاني باش ما تخربق وما تضيع لك الفرص. 33.102 مضروبة في 100 اللي هي 3910.2. مزيان. دونك هنا غادي نمشيو هنا A3 غادي نجبدو عندي الأقل من الغولة سي اللي عندنا هنا 99.988 ناقص هاد A1. مزيان. هاد A3 غادي نعوضوها هنايا داكو، اذا غتبقى A1 مضروبه في 38 في 38.9637 زائد 0.479 عفوا زائد بين قوسين هاد A3 هاد A3 نعوضوها بهذا الخير هذا اللي هو 99.988 موان A1 عامل لي 40.9618 كتساوي 3910.2. مزيان. شنو غيوقع هنا؟ ردوا البال في هذه اللحظه مزيان. هنا النشر، هنا فاش غادي نشر اكيد انك غادي تخربق. هنا بزاف ديال الطلبه كيتخربقوا، ولكن الا ركزتي مزيان دونك في هذه الحاله باش ما تلفوا لينا هنايا شنو درنا هنايا هذه عوضناها هنا
اولا بالاحرى هاد هادي عوضناها في هاد هاد اخو مزيان. دونك نكملوا الحساب. اذا هنا غتبقى لنا واحد ليكواسيون اللي هي A1 38 + 3637 زائد 0.477 زائد اش غادي يكون عندنا هنا 90 هذا مضروبه في هادي يعني هي شحال 90.888 مضروبه اسيدي فاش فهي 40.3618 شحال عطاتنا 4095 دونك هنايا ناقص ا ا نكملو ناقص ا ا فاش 40.9618 كتساوي 3910.2 مزيان. دابا كنلاحظو هادشي كامل عامل مشترك اللي هو ا ا غادي نعملو بها سيدي هاد ا ا غادي نعملو بيه وغادي يكون عندنا هنا ا ا عامل الاش غيولي لنا عامل 38.6637 العامل الاخر هاد ناقص ما تنساوش ناقص 40.9618 داكو مزيان زائد 4000 زائد هاد 0.479 كتساوي 3900.2 اذا غنجول هنايا واخا ما عنديش بزاف لي سباس غادي يساوي لينا هنا غنحسبو هذا في كالكي 38.9637 ناقص 40.9618 شحال غتساوي لينا ناقص 1. تعطينا ناقص هنا ناقص 1.981 هذا غادي نرجع للطرف الاخر غادي يولي لنا 3910 ناقص 0.2 ناقص 0.479 دونك هنا 1.981 نحسب هذا الخير هذا شحال هو 3910.2 ناقص 0.479 شحال غيساوي لينا اللي هو 3039. دونك هنا كاين شي غلط دونك في هذه الحاله هذه نسينا ما حسبناش هذا الجمع ديال هاد الجوج الجمع ديال هاد الجوج دونك نجمعهم 0.479 زائد 4095.68 كتعطينا 4096 اذا هنا في بلاصه هذه غادي نديرو 4000 هاد الفاصله ما كايناش 96.159 مزيان. دونك هذه الا جينا للطرف الاخر انا كذلك غادي نعوضو نفس القيمه 96.152 دونك هنا فاش غادي نحسبو 33.2 ناقص 40.96.52 غيساوي لينا ناقص نعم ناقص 185.952 إذا هنا أ شحال غتساوي ناقص 185.952 مقسوم على هاد الناقص ديال 1.9981 نحسبو هاد الخير هذا ناقص مع ناقص غيمشي غيولي زائد إذا هنا 185.952
مقسوم على 1.981. هاي عطينا 93.06، 93.06%. دونك هنا باش نتاكدوا واش الجواب ديالنا صحيح، نتاكدوا من هذا الجواب، غادي ندوزو. دونك هنايا ا 3 خاصنا نحسبوها، لقينا ا1 لابوندونس الاول، غنمشيو لابوندونس الثالث اللي هو 100 ناقص هاد ا1 بلس ا2، نعوضوهم 100 ناقص ا1 اللي هي لقيناها 92.300، لقينا هنايا عفوا 93.06 مزيان، زائد لابوندونس تاني اللي عطاوها لينا 0.012. غنلقاو غنحسبو داكشي، غنلقاو نحسبو في كالكيل. دونك هنا 100 ناقص 0.06 زائد 0.012، هذا تعطينا 6.928. إذا أ3 هي هذه، و أ1 اللي هنايا لقيناها هي هذه، هي 93.06. باش نتأكدو غادي نجمعو مجموع، كنعرفو أننا مجموع لي زابوندونس خاصهم يساويو 100، دونك أ1 زائد أ2 زائد أ3 خاصهم يساويو 100. دونك هنا أ1 شحال كتساوي؟ 0.012 عفوا، هادي ا2 زائد ا1 اللي هي 93، هي 93.06 زائد لامونس الثالث اللي هي 6.928. نحسبهم ونشوفوا واش غادي يساوي لي 100. دونك هنا 0.93.06 زائد 6.928، دونك كتساوي 100 ديريكت فيكس. مزيان، اذا الان وصلنا لنهايه الفيديو. استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم، دالوا على الخير كفاعله. دونك ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم هذا الفيديو الا استفدتوا. عندكم اي مشكل حطوا ليا في لي كومونتير نجاوبكم عليه. الله يوفقكم وحاولوا تبداو بكري. دونك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.